من وعد وفاء ومن وفى دخل الجنة. نشكر سيادة رئيس الجمهورية على هذه المبادرة اللي وعدنا من قبل أنه يسلم لنا حافلة خاصة بالفريق، واليوم الحمد لله كان الحفل وتم تسليم الحافلة للفريق الاتحاد الرياضي لمدينة خنشلة لياسمكا. الشكر موصول لكل من ساهم في هذه المبادرة. هذه الفريق صعد القسم الوطني الأول محترف، وإن شاء الله هذه تكون أول خطوات إن شاء الله في الاحتراف، أنه الفريق تكون عنده حافلة خاصة تاعو ليتنقل تنقلات في ظروف مريحة. إن شاء الله هذه بداية نجاحات بالنسبة للفريق وبداية وضع الفريق في الصحة في السكة الصحيحة.